وكنشكروا اعضاء جمعيه تله النخيل للتنميه والاعمال الاجتماعيه بكل اعضائها كل واحد بالاسم ديالو، وكنشكروا المنخرطين وكنشكروا الساكنه على هذا المجهود اللي كيقوموا به، وكننوه بالاعضاء ديال الجماعه ديال مدينه سطات على تقديم ديالهم المساعده من بلاط فيسان جميع المعدات باش كنخدموا دابا هذا الحي ديال الساكنه. حنا الحمد لله بغينا نكونوا احسن ساكنه اللي غادا تكون ان شاء الله في مدينه سطات تضرب بها المثل. اليوم كنديروا هذه الحمله ديال النظافه داخله في اطار البرنامج ديال السنوي ديالنا ديال الجمعيه اللي هي بقى فاتيه، يلاه تاسست في شهر رمضان. الحمد لله حنا درنا واحد تكريم للاعضاء ودرنا واحد ليله رمضانيه، والحمد لله حنا دابا داخلين في البرنامج. حنا دابا بدينا في هذه الحمله ديال التطهيريه وديال النظافه ديال الساكنه ديالنا، وباقى اعمال اخرى ان شاء الله هي جايه، وكنتمنوا الخير. وباش ما تفوتنيش كنشكر السلطه المحليه وكنشكر الامن الوطني اللي تعاون معنا باش نقينا هذا الحي ديالنا. كان فيه واحد جزء من البغاء وبزاف تاع الحوايج، وكان فيه شله مشاكل وداك الشيء، وكنشكروا النيابه العامه اللي عطاتنا حقنا وشجعتنا على هذه الممارسه ديال هذا العمل الجمعوي التطوعي. هذه الحمله ديال النظافه يعني بغينا اولا قبل من كل شيء بغينا واحد التوعيه للسكان باش ما يبقاوش يخرجوا الزبل في وقت ما بغاو، يعني يخرجوه في الوقت ديالو، وبغينا باش ما يبقاوش يلوحوا قدام البيبان ديال السكان ولا اللور ديال العماره، وبغينا حتى الوليدات يكونوا في واحد الاريحيه ويلعبوا كيما بغاو، ويكونوا في واحد حنا بغينا نردوها ان شاء الله باذن الله واحد المنطقه خضراء في الحي ديالنا للساكنه والوليدات ديالنا. وحنا اليوم خرجنا حنا كاباء وكاعضاء ديال الجمعيه، خرجنا باش نبينوا للوليدات ديالنا والشباب ديالنا باش ياخذوا العبره منا، باش هما ان شاء الله يكونوا قدوه لنا ويكونوا يمثلونا ان شاء الله، حيت حنا حنا غاديين دايزين بالعاطي الله، كنبغيو هذا الشيء يبقى مرسوم للوليدات ديالنا ان شاء الله. هذا نشاط كتقوم به جمعيه تليه النخيل اللي كاينه في طريق بن حمد تجزئه لاكولين النخيل كذلك. هذا النشاط هو عباره عن عمليه تحسيسيه للساكنه في اطار ان جميع الازبال وجميع الاشياء اللي كتخسر من جماليه المظهر ديال الحي ان تكون تحيد من الحي بصفه عامه، سواء هذه الجريده اللي كاينه هي كفضاء اخضر للاطفال ولا هذا، ولات كتشكل عليهم بعض الخطوره بتواجد حشرات سامه وما كتعرفش شنو كيكون فيها الداخل، لان ولات كتحجب الرؤيه على حتى الساكنه، لان ما كيكونش كل ما كنعرفوش شكون اللي داخل فيها. لذلك تجندت الساكنه كل هي اعضاء مكتب ومنخرطين وهذا، على اساس ان باش تتم التنقيه ديال هذا الفضاء الاخضر الصغير، ربما انه يكون متنفس للاطفال والساكنه بصفه عامه. الهدف الرئيسي من تاسيس هذه الجمعيه هو احياء هذاك الموروث الثقافي القديم اللي كان عندنا في القديم، لان كان الحي هو البيبان محلوله على جميع سكان الحي، ما يبقاش كل سد عليه بابه واللي وقع ما كيعرفش شنو واقع، لا بغينا نرجعوا هذاك الحي للجميع. هذاك اللي كتوقع عند جاري كتوقع عندي انا، يعني جاري شي حاجه في الليل عيط لي نعيط ليه، كما كنكون هذاك التضامن ما بين جيران اللي غادي يكون في مصلحه الجميع. كنحيوا الساكنه اجمعين، وكنحيوا الاعضاء ومنخرطين ديال جمعيه تله النخيل بمدينه سطات، اللي من كان من تقريبا ثاني نشاط ليها او ثالث نشاط ليها هو انه تحاول تجعل هذا الحي وهذه الاقامه باذن الله تكون اقامه انيقه تليق بمدينه سطات كما هو معهود عليها الاناقه والنظافه. وحاولنا نقنعوا الساكنه من خلال الانشطه اللي قمنا بها والمبادرات اللي قمنا بها وهي عديده، حتى ان جميع الساكنه باجماع تقريبا ديال الساكنه اصبحوا مقتنعين بالاعمال ديال الجمعيه وبالدور ديال المجتمع المدني كقوه فاعله. المبادره اليوم كما هو تيتضح من خلال البرنامج ان كانت هنا واحد الحديقه وهي قديمه كانت مسيجه، ومع مرور الزمان والاهمال ديالها ونمو الاشجار وتكاتف الاشجار والازبال، خصوصا انها جات حدا بعد الدكاكين، كما معود على الاطفال انهم ما عندهمش واحد الوعي واحد الثقافه انهم يرميوا الازبال في المكان المخصص لها، فكانوا كيتاخذوها هي مكان لرمي هذه الازبال. مع مرور الوقت تراكمات هذه الازبال واصبحت ملاذ الحشرات والغبره وكذا وكذا مع مرور الوقت. والان ارتأت الجمعيه انها من اول الانشطه ديالها في هذه الحمله التحسيسيه وهذه الحمله ديال النظافه انها تبدا بها ليك باش تعطي واحد الرونق وتتضح وتحيد علينا ذاك الغبش اللي كاين في الاقامه.